تشاهدون في هذه الحلقة معرض ثاني للابتكارات والروبوتات في تعز يخطف الأضواء، وطلاب الهندسة مشاريع بإمكانات فردية. الغريب في تعز شجرة نادرة يثير ضخامتها الفريد وقدم عمرها اهتمام الباحثين ودهشة الزوار. معرضي في منزلي حيلة تشكيلية صابرين أمين لمواجهة أوجاع الحرب في تعز، وصورة من صمود الإبداع ولو باللون والريشة. مرحبا بكم من جديد. البداية مع استعراض سريع لأهم الفعاليات والأحداث التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. تتواصل في تعز الاحتفالات بمناسبة الذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر، وفي هذا السياق قام مكتب الثقافة بمحافظة تعز حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بذكرى الاستقلال وتحرير جنوب الوطن من الاستعمار البريطاني. وأكدت الكلمات التي ألقيت بالمناسبة على عظمة هذه الثورة التي انتصر فيها الوطن لقيمه ومبادئه وكرامته، مشيرة إلى الترابط الوثيق بين ثورتي سبتمبر وأكتوبر وما سطره الأبطال من ملاحمة بطولية ضد الاستبداد في شمال الوطن والاحتلال البريطاني في جنوبه. تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والوصلات الغنائية التي عبرت في المجمل عن فرحة أبناء تعز بأعياده الوطنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. مشاهدينا، أظهر المعرض الثاني للابتكار والروبوتات الذي نظم على مدى يوم واحد في تعز قدرات الطالب اليمني في مجاراة الابتكارات والتطبيقات العلمية في دول أخرى تملك مقومات الاستقرار والاقتصاد والتقدم العلمي. المعرض الذي احتضنته كلية الهندسة في جامعة تعز شهد حضورا لافتا ودفع بتساؤلات أبرزها عن أسباب غياب الدعم والاهتمام الرسمي لمثل هذه المشاريع العلمية الواعدة. قد يظن البعض أن هذا مشهدًا من عروض الروبوت في أحد أجنحة المعارض الدولية التي تتنافس في تقديم الابتكارات المتنوعة، غير أن هذه الصورة هي من البهو الداخلي لكلية الهندسة بجامعة تعز، حيث يتنافس طلاب قسم الميكاترونيكس في تقديم مشاريعهم العلمية الخاصة بالابتكارات والروبوتات. المشاريع هذه هي من طلاب مستوى ثالث ومستوى ثاني ومستوى رابع. هذه المشاريع ابتكارية وإنجازية هندسية إبداعية، لأنها مكونة من طلاب لديهم المواد البسيطة ومفتقرة إلى بعض القطع المادية، لذلك تعتبر إنجاز كبير جدا أنهم دبروا هذه القطع من أدوات بسيطة وقاموا بتوظيف أفكارهم مخيلاتهم لتوظيفها على أرض الواقع وتصنيعها على شكل مشاريع إبداعية هندسية إن شاء الله. نظم هذا المعرض للسنة الثانية على التوالي، وعلى ما يبدو فقد جاء التنظيم بجهود ذاتية من الطلاب، غير أن اللافت أن المعرض شهد تنافسا لعدد من المشاريع والابتكارات التي هي عبارة عن أنموذجات يحاكي بعضها العمل في مجال الإنتاج الصناعي وآلات الطباعة وماكينات الرفع العملاقة ومشاريع أخرى متنوعة. اليوم شاهدت كثير من النماذج لطلاب المهندسين، أتمنى أن يلاقوا الدعم الأكثر لتشجيع المواهب. تعامل الآلات بذكاء وتنفيذ مهامها بدقة حظي بإعجاب الكثير الذين أشادوا بقدرة المبتكر اليمني على صناعة وتطويع الآلة للغرض الذي وجدت لأجله، وما زاد الإعجاب أن تأتي جهود الطلاب في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها تعز بشكل خاص واليمن عموماً، الأمر الذي دفع بتساؤلات البعض عن دور الجهات الرسمية في دعم مثل هذه الابتكارات. نحن كسلطة محلية ممكن نساهم في جذب رجال الأعمال وبحيث إنه يتبنوا بعض المشاريع اللي ممكن تفيدهم في صناعتهم وفي مصانعهم.
اليوم نحن تفاجأنا بحجم هذه الابتكارات والمواهب التي تحملها الشباب. اليوم أتينا لنكرم هؤلاء الشباب ولنكرم هذه الإبداعات، وسنكون حاضرا ومتواجدا معهم سواء بالدعم المادي أو الدعم المعنوي لتنمية هذه المشاريع وتطويرها. ونظرا لأن إمكانية المنظمين لا تسمح سوى بيوم واحد لعرض هذه المشاريع، فقد استقطب المعرض العديد من الزوار من داخل وخارج الجامعة، والذين حاملوا انطباعات جيدة عن جهود المبدعين من الطلاب. نرى برغم هذه المحنة التي تمر فيها الجامعة من صحة الكلية بالذات، من صحة الدكاترة، إلا أن هذه المشاريع تمثل أمل وحقيقي ومستوى الطلاب، ونشكر جهود الطلاب الذي بذلوه شخصيا برغم كل الأمور التي تمر في البلاد وتداعيات الحرب. وما بين من يعتبر مثل هذه المشاريع إنجازات وبين من يراها نتاج طبيعي لمخرجات تعليمية في واحد من الأقسام المهمة بكلية الهندسة، يخرج آخر بدعوة مهمة تؤكد ضرورة تضافر الجهود لدعم هذه الإبداعات وصولاً إلى تمكين الطلاب من مشاركات خارجية باعتبارها فرص تمكن من عرض تجاربهم ونماذجهم التي لا شك ستحظى بالاهتمام. وللبحث في إمكانية تطوير هذه المشاريع يسعدنا أن نستضيف الدكتور أمين سيف، نائب عميد كلية الهندسة ورئيس قسم الميكاترونيكس بجامعة تعز. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة تعز في كلية الهندسة. 12 مشروعا شارك به الطلاب في كلية الهندسة في المعرض الثاني للروبوتات والابتكارات. أولا، من وجهة نظركم، هل المعرض عند المستوى المطلوب، والمشاريع المقدمة هل أيضا وصلت عند المستوى المعايير التقييم سواء على مستوى الداخل أو الخارج؟ بصراحة المشاريع كانت جدا رائعة، كانت لكن نحن نطمح دائما للأفضل، وسنحاول أن تكون المشاريع في المستقبل بما يلبي سوق العمل، بما يلبي المتطلب المجتمع في الوقت الحاضر إن شاء الله. لكن هذه الابتكارات جاءت نتيجة جهود ذاتية من قبل الطلاب ووفق إمكاناتهم المتواضعة، لماذا لا يكون هناك دعم من الكلية أو الجامعة لهؤلاء الطلاب، خصوصا وأن هذه الابتكارات تلاقي صدى كبير بالنظر إلى القدرات الإبداعية للطلاب في ظل كما ذكرنا الإمكانات المتواضعة؟ بالفعل إنه الإمكانات شحيحة، والجهود التي قدمت المشاريع هذه كانت جهود ذاتية سواء كانت من أعضاء التدريس، من المعيدين، من الطلاب أنفسهم. نعم. والظروف اللي تمر فيه بالبلد اليمن خاصة تعز على وجه الخصوص، جامعة تعز بالأخص والأخص، لن ننتظر نحن أنه نقف أمام نطلب من المعونات أو الدعم من هذا، سنبدأ بما توفر لدينا وسنعرض للناس المشاريع اللي متوفر لدينا، وإن شاء الله نلقي من يدعمنا. نحن نطالب، نحن نشكر قيادة جامعة تعز بما بذلته لحد الآن، ونطالبها المزيد والمزيد، كما نطالب السلطة المحلية، كما نطالب رجال الأعمال أن يتبنوا مثل هذه المشاريع التي سوف تخدم المجتمع إن شاء الله. على ذكر رجال الأعمال، البعض يتحدث عن إمكانية فتح آفاق تعاون ما بين الجامعة والقطاع الخاص لدعم هذه المشاريع، خصوصا وأن الكثير من الابتكارات تحاكي الواقع في القطاع الصناعي والإنتاجي، لماذا لا يتم هذا التنسيق؟ هل هناك صعوبة في هذا الأمر؟ والله في صعوبات هي بالنسبة للتنسيق، في بعض رجال الأعمال من مثلهم مثل بيت هائل مثل هذا لهم دعم، لهم شيء ملموس داخل الجامعة، ولكن بالنسبة للمشاريع وللتطوير لحد الآن ما وصلش للدرجة هذه، ولكن عندهم دعم بعملية البناء، في عملية الوراش في هذا، في دعم كان ولحد الآن موجود. الإصلاحات اللي صارت بعد الحرب كان في إصلاحات كبيرة قدموا فيها بعض رجال الأعمال. نحن عندنا من الطلاب ما منهم مبدعين، منهم مبتكرين، منهم على مستوى يمكن ينافسوا على مستوى المحلي والإقليمي والدولي، في طلاب يعني الآن من اللي خرجوا للخارج مستواهم جدا ممتاز،
خاصة تعرف أن طلاب في تركيا، أعرف طلاب في راحوا لماليزيا، طلاب ممتازين جدا. نطلب من رجال الأعمال، من التجار، من أصحاب المصانع أن يتبنوا مثل هذه المشاريع وتبنوا مثل هذه الطلاب، لأن هذه فائدة لهم وفائدة للمجتمع كمان بنفس الوقت. نعم، لكن بعض الطلاب يشكون من حتى من عدم توفير لهم بعض القطع الخاصة بالابتكارات، مثلا كالمعالجات والأسلاك وغيرها من التقنية. لماذا لا توفر الكلية هذه الأمور البسيطة على الأقل ولو من باب التشجيع لهؤلاء؟ بالنسبة للقطع نحن نعاني كمان من نفس هذا، وفي مشاريع التخرج بالذات بعض الأحيان نطلب القطع من الخارج والطالب حتى نفسه يطلبها، ولا ينتظر الشهر والشهرين والثلاثة وما نستلمش شيء بسبب ظروف البلد اللي تعيش فيه والآن مرحلة الحرب. لذلك يلقى بعض الطلاب بما تيسر، وما تيسر مبدع حتى بالشيء المتيسر وهم مبدعين بصراحة. فالكلية إن شاء الله تدعم، نحن سنطالب، سوف نبحث على وسائل. ميزانية الكلية يعني هل تكفي لإعداد برامج والله مثلا؟ عندنا نحن بالميزانية أو تتبنى إبداعات هؤلاء الطلاب؟ عندنا والله الآن بالميزانيات، نحن الآن نطالب بما هو مشان تسير العملية التعليمية، وهذه من ضمن المشاريع هذه كمان، هذه لتكميل العملية التعليمية. ولكن نحن لحد الآن الشيء الأساسي ما وصلنا لهش. كان في طبعا دعم للكليات من الميزانية الحكومية، هذه غابت في المراحل الحرب هذه، لكن نحن نتحدث عن إبداعات، ربما قدرات إبداعية ككلية الهندسة، ربما يفترض أن تحظى بالنصيب الأكبر من الميزانية لتبني هذه الإبداعات الطلابية وهذه المشاريع أيضا الابتكارية. ربما هل هناك مثلا ربما يعني مطالبات مستمرة أو مطالبات حثيثة يعني للقيادة الجامعة أو وزارة التعليم العالي؟ ربما لحد الآن أنا نائب الشؤون الأكاديمية تقريبا حديث، أنا كنت نائب الجودة والتطوير الأكاديمي. الآن سوف نعمل طلبات بحيث أنه أو نكون مجموعات بحيث أنه تكون للمشاريع، تكون للابتكارات، تكون ويكون فيها دعم إن شاء الله. وإذا لقينا مثلا تجاوب ما فيش، ما إذا ما فيش نحن ما نوقفش، نشتغل بالمجهود الشخصي، بالمجهود الذاتي، مجهود الدكتور، مجهود الطالب. نعم. وين ما نوصل نوصل، نحن ما نوقفش. رسالتك دكتور أمين لهؤلاء الطلاب ربما قد يصيب البعض الإحباط نتيجة غياب الدعم وقد يتوقف في منتصف الطريق، رسالتك لهؤلاء؟ أنا مثل ما ذكرت أنه نحن لن نقف، والطلاب أنا متأكد أنهم لن يقفوا، الإحباط مش متواجد معهم. الطالب الذي الآن في مستوى ثاني أو ثالث يعمل مشروع ويبتكر ويخترع ويحاول أنه يواكب سوق العمل بمتطلبات، يزور المصانع، معظم المشاريع اللي كانت موجودة مثل خط الإنتاج، هذا الطالب ما قابش من رأسه، كان أكيد إنه زار مصنع شاف. هذول الطلاب ما عندهمش الإحباط إن شاء الله، للأمام وللأمام إن شاء الله. دكتور أمين سيف، نائب عميد كلية الهندسة ورئيس قسم الميكاترونكس بجامعة تعز، شكرا لتواجدك معنا. شكرا لكم جميعا. مرحبا بكم من جديد. تعتبر شجرة الغريب الواقعة جنوب تعز من الأشجار النادرة والفريدة، ليس على مستوى اليمن فحسب بل وعلى مستوى العالم أيضا. وتكتسب الشجرة المعمرة ميزتها من ضخامة الجذع وطول ارتفاع أغصانها وسمو ارتفاعها، ما جعلها معلما سياحيا يهوي إليها الزوار من كل مكان للتعرف عليها والتفكر في ضخامة بنيانها وسوقها الفارعة. نتابع. عن الغريب في تعز سمعنا، وقد كنا قبل نظن أن لا نجهل زاوية من زوايا وتفاصيل أرض تعز الكبيرة، حضرها والريف. كنا على الموعد وقد عجلت لواعج الأشواق بالمسير تحت ضغط فضول المعرفة والعلم بالشيء، حتى توقفت الرحلة في منطقة دباع بمديرية الشمايتين الواقعة جنوب تعز. في المكان أصبحنا نناظر وبكثير من الدهشة هذا العملاق الكبير، وهمنا الإحاطة بكل خفايا وتفاصيل هذا الغريب، وعلى أن من سمع ليس كمن رأى. تتواجد شجرة الغريب في محلة قحفة الغول، وهي التي لا شبيه لها من ذات الصنف، ويهولك ضخامة جذعها
الذي يربط الأرض بثبات، وفروعها السامقة وهي تطاول السماء. الشجرة اسمي كلهما، وعمري 2019 سنة حاليا، قطر 32.5 متر، بارتفاع فوق 14، فروع 60 ب60، جهة العدنية جهة الشرقية، جهة الغربية جهة العدنية برضو 60. يعرف البعض هذه الشجرة باسم حارسة الدهر بالنظر إلى عمرها الضارب في القدم، أما علماء الزراعة والمهتمون بعلم النبات فقد وجدوا توصيفاً علمياً للشجرة التي يؤكدون أنها من النوع الفريد، ليس على مستوى اليمن وحسب، إنما على مستوى العالم أيضاً. أطلق عليها علمياً باسم شجرة أدان سونيا ديجيتيتا. طبعاً هي شجرة غريبة، تسمى شجرة غريب، وهي الوحيدة من نوعها في العالم، لا توجد في أي مناطق في أفريقيا أو في جنوب شرق آسيا أو في أوروبا مثل هذه الشجرة بهذا الطول وهذا العمر وهذه الحجم. غرابة هذه الشجرة جعلها محط أنظار الخبراء في العالم، وشهد هذا المكان بحسب معنيين برعايتها وصول أكثر من بعثة من الخبراء الأجانب والمحليين لمعاينة الشجرة وإجراء بعض الفحوصات عليها. في عندنا حاجة اسمها علم البوتانيك، هو علم النباتات، يتم عن طريق أخذ عينة من اللحاء أو من طبقات الشجرة ويتم فحصها مجهريا، ويتم من ذلك يتم عملية تحديد العمر، عمرها بالتأكيد كم عمر هذه الشجرة، يتم عن طريق هذه الإحداثيات أو عن طريق هذه الأشياء. تعطي الشجرة الغريبة ثمارا عبارة عن أزهار لا يعرف لها اسم، واستناداً إلى حديث المزارع المكلف بحراستها فإن هذه الشجرة الكبيرة جداً تنتج 3 ثمرات فقط، وهو ما يزيد الأمر غرابة ودهشة. هذا القعنب يوكل لما يكون عاده صغير ما فك زهرة يوكل، لأن بعض القعانب تعمل ثمر مليان، بس اللي يسطو 3 قعانب والباقي كله زهور، يرجع زي الزهور الباقية هذه، لكن لما قبل ما يفك زهرة يوكل. بعد توقف نموها على المستوى الرأسي لا يزال نمو الشجرة على المستوى الأفقي مستمر، ما يعني تمدد الأغصان التي يعطيها شكل المظلة الكبيرة. ويرجع البعض توقف النمو الرأسي إلى عدم وجود عناية كافية بهذه الشجرة النادرة. تواجه الشجرة العديد من المشاكل، منها الأمراض والآفات، وخاصة آفة الأرضة التي تقوم بعملية تؤدي إلى تدهور هذه الشجرة، وتعمل عملية يعني حجز الماء عن باقي الفروع. تحولت الشجرة مع كثرة المرتادين للإطلاع على غرابتها إلى معلم سياحي يؤومه الزوار من داخل تعز وخارجه، وجل الزيارات تكون بغرض التفكر في قدرة الخالق وعظيم صنعته جل في علاه. هي الشجرة الوحيدة الذي موجود في اليمن كبيرة الحجم، كنا نحن والعائلة نزور ونتمشي على هذه الشجرة. الإقبال بعض الأيام معك المواسم، لما تكون موسم الشجرة مصيف، ولا معك باليوم العادية الخميس الجمعة السبت هذا الزوار. وتتواجد الشجرة المعمرة في بيئة خضيرة، ما يزيد الزائر سعادة وانشراحا. تعتبر الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد عموما جراء الحرب من المثبطات التي تقف أمام الإنجاز وتضع حدا للكثير من المشاريع، غير أن البعض من المبدعين يرون أن التحدي الحقيقي هو في مقاومة هذه المثبطات والانتصار للفن وقيمه. من هؤلاء الفنانة التشكيلية صابرين أمين التي لم تفقدها الحرب الأمل في عرض لوحاتها على الجمهور،
وفتحت منزلها للراغبين في التعرف على لمساتها الإبداعية في جداريتها متعددة الأشكال والألوان. تعكف الفنانة التشكيلية صابرين أمين في العمل على إتمام لوحة جديدة هي من إبداعاتها على مرسمها الحر في منزل الأسرة الذي يقع أسفل جبل صبر بمحاذاة قلعة القاهرة بمدينة تعز. تتلاعب صابرين وبكل خفة بريشتها التي تلازمها لتجعل من مزيج الألوان جدارية هي غاية في التصوير والإبهار، غير أنه عند كل فرحة تتوج بها المبدعة صابرين الإنجاز سرعان ما تتبدد ليحل محلها الإحباط، سيما وقد يتبادر إلى أذهان الفنانة السؤال عن المكان الذي ستعلق فيه اللوحة وتعرض على الجمهور. طبعاً هو أول سبب هو الوضع اللي باليمن بتعز خاصة، إنه قلة اللي يعرضوا يكون في افتتاح لمعارض، وكمان الوضع المادي اللي ما يسمحش إن أنت كشخص يعني بشخصيتك وحدك إن أنت تفتح معرض، لأنه هو ده السبب الرئيسي إن أنت ترجع تضطر إن أنت تفتح معرضك داخل بيتك. هذه المعاناة لا تعني اليأس بالنسبة للرسامة صابرين، وهي التي ترفض حتى مجرد التفكير بالتوقف عن ممارسة هواية الرسم تحت أي ظرف. أما جوابها عن ملازمتها منزلها وعرض إبداعاتها بداخله فتبرر ذلك بحجة الوضع الصعب التي تعيشه البلاد، وترى في ديمومتها على الفن حالة طبيعية من الحب الذي عاشته مع الألوان وإبداع التفاصيل، وهو الذي ترعرع وكبر معها حتى أن التعبير باللون أصبح اليوم يجري مجرى الدم منها كما تقول. طبعاً هي الريشة، الألوان، لوحة، يعني غرفة الخاصة اللي هي مليئة باللوحات والألوان، هذه حياتي. فأنا يعني أول ما أبدأ أهرب من الواقع أدخل بين ألواني. طبعاً هي يعني تعرف تقولنا الهروب من الواقع، عندما بدرسهم خلاص أنسي حاجة اسمها واقع. وإذا كان الفنان ابن بيئته من المسلمات، فإنه من الطبيعي أن تجسد جداريات التشكيلية الصاعدة صابرين حياة الإنسان اليمني والطبيعة من حوله وتكوين البناء والعمارة وحتى اللباس الخاص بكل بيئته، وصولاً إلى إسقاط صور المشاهير على الورق كصورة الفنان الكبير أيوب طارش عبسي. كوني متأثرة بالبيئة ويعني كوني تعزية ومنطقة صبر، فأنا جسدت لوحة تعبر عن شخصيتي وعن عن بلدي اللي هي الزي الصبري. فالزي الصبري معروف بشكل عام، أول من يعني نشوف الزي الصبري فهو من صبر أو من تعز خاصة. طبعاً المعرض هذا كله يشمل جميع المواضيع اللي هي عبارة عن السريالية الواقعية، كمان تقريدية، فهي خليط لفترة من الزمن اللي عشتوها من أول ما بدأت أتأسس إلى الآن. رغم كل المثبطات التي تعترض الإبداع في الفنون الجميلة في ظل ظروف الحرب في تعز وغيرها من المناطق اليمنية، إلا أن لدى صابرين عزيمة تقول أنها لا تعترف بالمستحيلات، لذا فهي تواصل دراستها الجامعية في قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب بجامعة تعز في إطار مشوار لصقل المهارات وتنمية الإبداع والوصول إلى التخصص. أنا منذ الصغر كان هوايتي الرسم، بس بحاجات بسيطة. على طول الوالد والوالدة شجعوني أني أكمل بالمعهد، فدخلت المعهد 3 سنين، كملت أخذت نبذة بسيطة وانتقلت للجامعة عشان تكون شهادة أكبر وأقوى. لا تنسى الفنانة عند كل حديث دعم أسرتها لها ووقوف والدها ووالدتها إلى جانبها وتوفيرهم كل متطلباتها، لذا فهي ترجع الفضل بعد الله لموهبتها وأسرتها. الحمد لله في معي أسرتي وقفت معي، حاولت أن أتجاوز هذا، لأنني
خلاص الحاجات يعني وصلتنا، كان فترة قطع رواتب ومدري إيش، مقدرش أشتري المواد، بس يعني كان في دعم من الأسرة أنني بحاجة بسيطة ممكن أني أكمل. لي رغبة كبيرة أني أعرض لوحاتي بالخارج. كمان في كان معارض كثيرة، اللي هو كمان معرض مصر، كان في بول الرسام رتفان، فأنا أطمح أني أوصل لذلك المستوى، أوصل لهناك عشان لوحاتي. تمتلك الفنانة الواعدة مشاركات لا بأس بها في معارض داخلية على قلتها، وطموحها يواكب حلمها لمشاركة خارجية ترى فيها إمكانية لعرض موهبتها في هذا الفن، وجعل إبداعاتها محط أنظار العالم. تقديرنا لصابرين وكل من يقاوم ظروف الحرب بالنجاح والإنجاز. وبهذه الألوان الزاهية ومشاهدينا، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. دمتم وفي أمان الله. أحس مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.